بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله وافل الشوكولاتة بالقهوة في القالب السيليكون. هنضيف الاول كوباية نسكافيه نكون عاملينها في حليب من غير سكر، وتكون بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش سخنة، وهنضيف نص كوباية سكر وربع كوباية زيت وبيضة وربع معلقة صغيرة فانيليا ورشة ملح صغيرة، وهنضيف معلقتين كبار كاكاو، وهنقلب كله مع بعض كويس جدا بمضرب سلك، وممكن برضو نعمله في الخلاط. بعد كده هنضيف كوباية دقيق متقلب عليها معلقة صغيرة بيكنج بودر ونقلب، وخلاص كده العجينة جاهزة معانا، ونتأكد ان مفيش فيها اي تكتلات. بعد كده عندنا قالب الوافل السيليكون، دهنينه زيت كويس وحاطينه في صينية، وهنملى القالب، وطبعا لو القالب مش متوافر ممكن نعملها في صينية عادي، وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلها على الرف الأوسط. وخلاص كده الوافل استوى معانا وبياخد معانا في الفرن حوالي ربع ساعة، وبعد ما بيتهوى ويبرد معانا بنطلعه من القالب وبيكون بالشكل ده. وخلاص كده جاهز معانا، ممكن طبعا نقدمه بأي طريقة احنا عايزينها، سواء مع صوص شوكولاتة أو كريمة أو آيس كريم. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جداً.